فبيبقى السيجنالز اللي داخلها لي او اللي خارجه من عمليه الميجرمنتس بالشكل ده. مش دي السيجنالز بتاعتنا الاصليه؟ اتفضل يا حبايبي. احنا عايزين نتفاعل يا جماعه، انتوا مالكم المحاضره دي مبلغين ليه كده؟ ها؟ واخد بالك؟ يبقى عندنا هنا ممكن يخش هنا ايه يا جماعه؟ على السيجنالز دي ايه؟ نويز. ممكن يخش على السيجنالز دي يا جماعه؟ نويز. يبقى مش السيجنال بتاعتي الاصليه كانت كده او المفترض ان هي تكون كده. بس نتيجه ديستربنس مات. لان انا بتكلم على دايناميك سيستمز. نتيجه وجود ديستربنس ما ممكن السيجنالز تطلع بالشكل ده. زي ايه الديستربنس دي يا دكتور مثلا؟ طب هنشوف دلوقتي احنا بنعمل الاناليسيز. ممكن لاثبات ما ان الانبوت فلو ريت يتغير. يعني انا لو بتكلم ان انا باخد الميه بتاعتي من الشبكه القوميه للمياه والصرف الصحي، هلاقي ان وارد جدا في ايام الذروه في شهر اغسطس ان الناس في البيك بوينت بتاعتنا، الناس خارجه من الشغل كلها عرقانه وحرانه وزهقانه فبتروح تاخد شاور، صح الكلام ولا غلط؟ فوارد يبقى جدا الضغط على الشبكه كبير، وارد ان الفلو ريت في الشبكه يقل، فوارد ان ممكن التدفق اللي هنا يقل، دي ديستربنس. انت ممكن ما تحسش بيه. معايا الا اذا انت كنت حاطط ميجر ديفايسز يحس بيه. صح الكلام؟ يبقى وارد جدا ان يحصل ديستربنس للسيستم فالسيجنالز تتغير شكلها. معايا يا جماعه؟ او يبقى في نويز. او يبقى في ايه؟ نويز. يبقى ساعتها لو في نويز يبقى انا محتاج ان انا اتخلص من النويز ده قبل ما اعمل بروسيس كنترول. ليه؟ لان انا عايز اعمل بروسيس كنترول على فاريبل يكون الميجرمنتس بتاعته تكون ايه يا جماعه؟ دقيقه جدا، مظبوطه جدا. ما زال السيجنالز دي انا لو مسجل السيجنالز دي ايه يا جماعه؟ واخد بالك؟ يبقى اذا انا محتاج اعمل فلتر. طبعا واضح من كلمه فلتر معناها تنقيه، تنقيه لايه؟ للنويز. بحيث ان انا يبقى عندي الميجرد فاليو هي ميجرد لبارامتر دقيقه، بحيث ان انا اعمل كنترول على قيمه دقيقه. لان لو انا عملت ميجرمنت غلط يبقى الكنترول اللي انا هعمله هيدي كوماند اكيد لا يصف الحاله الحقيقيه للايه؟ للمتغير بتاع الكلام، وعليها يبقى القرارات برضه ايه؟ خطا. معايا مهند؟ يبقى اول حاجه لازم اعمل ايه؟ عمليه ميجرمنتس واكون متاكد ان هي تمت. فدي مرحلتين انا تاكدت من خلالهم ان عمليه الميجرمنتس مالها يا شباب؟ بقت دقيقه جدا. يبقى اذا الالكتريكال سيجنالز اللي طالعه هنا اللي هي المفترض اللي انا اللي عليها دي اللي هي دي اللي هي المفترض ان هي بتصف الاكشوال فاليوز للكنترول بارامتر بتاعي. فانا خلاص تخلصت من النويزي سيجنالز ووصلت للسيجنالز اللي بتعبر عن هذا الكنترول بارامتر بتاعي. في اي مشكله؟ معايا يا امير؟ عظيم. معايا محمد؟ عظيم. ماذا بعد ذلك؟ يبقى دي عمليه الميجرمنتس اللي انا كنت بقول ان عم بيومي او عم فلان عملها لمستوى الليكويد ليفل، صح كده؟ طيب عمل ايه عم بيومي بعد كده؟ عمل ايرور ديتكشنز. يعني ايه الايرور ديتكشنز؟ قارن قيمه الستاندرد مش الستاندرد قيمه السيت بوينت بتاعتي او الزيرو بوينت بتاعتي مع الاكشوال فاليو. مع الاكشوال ايه؟ فاليو. يبقى اذا هنا هيحصل يبقى لازم اكون انا الكنترول الالجوريزم بتاعي. انا لسه ما اتكلمتش على الكنترولر، بس هنا لازم يكون الكنترول الالجوريزم بتاعي وانا بعمل الكودنج بتاع الكنترول لازم يكون بشكل او باخر انا معرف السيكونس بتاعتي كام. مش كده برضه يا جماعه؟ يبقى انا هنا بتكلم على هنا في ديزايرد فاليو. ديزايرد ايه؟ فاليو. طبعا هنا هيعمل ميجرمنت للايه؟ للكنترول فاريبل. كنترول فاريبل. كنترول فاريبل بتاعي اللي هو بالنسبه لي هنا ايه يا شباب؟ الليكويد ليفل. هنا هيقارن ديزارد فاليو مع اكشوال فاليو. يبقى هي المرحله دي هي مرحله الميجرمنت.
لو في اي تعليق او في استفسار او حاجه اطرحوه، انا مش عايز ابقى المحاضره وان واي كده. في اي استفسار يا شباب؟ في اي استفسار؟ رد عليا حبايبي. ما حدش رد خالص. لا. كلنا فاهمين يا شباب؟ طيب. ايه النقطة اللي بعد كده؟ النقطة اللي بعد كده هي الايرور ديتكشنز. الايرور ايه؟ ديتكشنز. يبقى إذا أنا بقارن ديزايند فاليو وليكن بالاكشوال فاليو اللي هي اللي أنا برسمه. الدايرة اللي أنا برسمها ده كومباريتور. الدايرة اللي أنا برسمها دي يا جماعة كومباريتور. طبعًا عملية الكومباريتور في جزء منها بيكون سبتراكشنز. عايز أعرف أكبر وأصغر ويساوي. أكبر وأصغر ويساوي يبقى لازم بالضرورة هيحصل عملية إيه؟ طب عشان كده بنقول إن ده بيسموه نيجاتيف فيدباك سيجنال. جت منين؟ هي مش قيمة بالسالب، لكن الكمباريتور هيطرح قيمة من إيه؟ من قيمة، هيبقى قيمة ناقص قيمة. السيجنالز مش بالسالب، السيجنال مش بالسالب عشان ما حدش يقول لي دي نيجاتيف سيجنالز، لا ده فيدباك سيجنالز، لكن لما اخش في الكومباريتور هيطرحها من ايه؟ من ديزايرد فاليو. هو عايز يعرف انا وصلت للقيمه دي هي ديزايرد ولا لا؟ طبعا لو كان عمليه الطرح الناتج بتاعها هيساوي صفر معناها ان ذير از نو ايرورز، معناها ان انا ايه؟ وصلت للسيكونس. انا وصلت ايه يا جماعه؟ للسيكونس. ومن اذا كانت الناتج موجب ولا الناتج سالب هيقدر يستنتج اذا كنت انا اعلى من السيت بوينتس ولا اقل من السيت بوينتس. صح الكلام ولا غلطان؟ يبقى اذا هينتج من العمليه ديت اللي احنا بنقول عليها الايه؟ الايه؟ الديتكتور، ايرور ديتكتور. طبعا في ابسط صورها اللي هو موضوع الكمباراتور. ابسط صور الايرور ديتكشن اللي انا اعمل كومبير ما بين تو فاليو اللي هو السيت والاكشن، اللي هو اللي ايه يا جماعه؟ السيت والاكشن. فاي عايز استفسار يا شباب؟ فاهمين انا عملت ايه؟ يبقى انا كده عملت العمليه رقم اثنين. يبقى اذا هينتج من هنا الكتريكال سيجنال بتوضح الايرور. طبعا هنا وان فاليو ات تايم. يعني هي السيجنالز العمليه دي كونتينوس بروسيسنج. يعني ما حدش يتخيل ان هي قراءه واحده وقراءه واحده، لا ده انا عندي ستريم اوف داتا، يعني عندي كميه من المعلومات متدفقه بشكل مستمر. يعني مش بس ما بتقلش قرايه وبينام بقى الكنترول بينام، لا ده انت بتفضل في قراءات بتتبعت وقراءات بتتفرج للسيت بوينتس علشان اتنبا اذا كان في مشكله هتحصل ولا مش هتحصل مشكله. فاهمين قصدي يا شباب؟ يبقى اذا في عندي الكتريكال سيجنالز برضه ما زالت انالوج. ما زالت ايه؟ انالوج. نيجي للنقطه الاهم. يا دكتور انت قاعد تقول لنا هستعمل مايكرو كنترولرز، هستعمل مايكرو بروسيسورز، هستعمل مايكرو كمبيوترز، هستعمل ريسبيري باي كارد، وات ايفر. دي كلها حاجات ديجيتال. دي كلها ايه يا جماعه؟ حاجات ايه؟ ديجيتال. يبقى ازاي هستعمل اوظف مايكرو بروسيسور او مايكرو كنترولر او ريسبيري باي او وات ايفر من الكنترول ديفايسز دي وانا اصلا مدخل عليها الكتريكال سيجنالز. فانا عايز احول الكود ده او الكود الجوريزم الكنترول الجوريزم ده بيستقبل نوميريك فاليو كود. يعني انا كنا دايما نقول الكلام ده قبل كده، بنقول ان الاستراكشر او الداتا الاوبرا كلها لازم تبقى كودد. اللي عباره عن ايه كودد؟ يعني الاستراكشر او البارامترز دي لازم تبقى سيريس اوف زيروز اند وان. وانت قاعد تقول لي دي انالوج سيجنالز، دي انالوج سيجنالز، والكومباريتورز ده هيتولد عنه انالوج سيجنالز، صح الكلام؟ يبقى انا هستعمل مايكرو بروسيسور. يبقى لازم احول الانالوج سيجنالز دي الى ايه يا جماعه؟ الى ديجيتال كود ولا ديجيتال سيجنالز؟ انا بقى يبقى احنا نسينا اللي انا كنت بقوله في المحاضرات الاولى العام الماضي. في فرق ما بين الديجيتال كود وفرق ما بين الديجيتال سيجنالز. الديجيتال سيجنالز طبعا انا مش هشرح الكلام اللي انا قلته في المحاضره اللي فاتت. اللي هي المحاضرات اللي فاتت ارجعوا لها. كنا بنقول ان الديجيتال سيجنالز هي سيجنال معمول لها سامبلنج ومعمول لها كوانتايزيشن. سامبلنج قلنا لو ان السيجنالز دي اللي هي عامله كده دي السيجنالز بتاعتك دي انالوج سيجنالز. لو تفتكروا طب ما انا لما ندي بونص من دلوقتي مين فاكر تعريفي للانالوج سيجنالز اللي عنده المصري؟ اتفضل يا عم. هي السيجنال اللي انا لو جبت اي واحده وحلقت في المصري
اللي كنا بنقول عن الفاينايت انستنس اوف تايم، الفاينايت انستنس اوف تايم معناها ان انا عندي عدد لا نهائي من اللحظات الزمنيه اللي انا ممكن اخد عندها اجراءات. فبنقول ان كلمه انفاينايت انستنس اوف تايم معناها ان انا عندي كونتينوس تايم، معناها ان انا عندي ايه كونتينوس تايم. ليه؟ لان قد ايه انستنس في لحظات زمنيه اخرى. يعني لو عندي لحظه زمنيه كده ولحظه زمنيه كده، عشان يبقى كونتينوس السيجنال بتاعي كونتينوس لازم يكون بين هذه اللحظتين لحظات زمنيه لحظات اخرى. زي مثلا لو اعتبرت نفسك ان الثانيه ده الريفرنس بتاعتك، فبتقول اللحظه الزمنيه بالنسبه للثانيه يبقى الثانيه دي لحظه زمنيه اخرى. بينما لو واحد بيتعامل مع الثانيه على انها ملي سكن، فبيقول ان ما بين اللحظه دي واللحظه دي اللي انت قلت لهم انها لحظه واحده في 1000 لحظه، لانه بيتكلم عن الملي سكن. واللي فيكم هيتعامل مع المايكرو سكن، اللحظه دي واللحظه دي اللي كانت بالنسبه لمنصور لحظه. السيجنال دي انال، يعني ايه الفاينايت رينج اوف امبليتيود؟ يعني انا لو انا عندي، ضربنا برضه مثال في العام الماضي لما كنا بنقول المسطره، المسطره بتديني دقه لقيت رقم 21 فقط، صح كلام؟ فبتقول لي انا عشان اجيب قيمه اكزاكت هفترض ان القراءه بتاعتك واقعه على احد السكيلز بتاع المسطره، صح الكلام؟ فبتقول لي مثلا سنتي و3 مللي، سنتي و3 مللي، كده انت افترضت ان الميجر بتاعتك واقعه على الشرطه رقم 3 بعد السنتي، صح الكلام؟ 1 مللي 2 مللي 3 مللي. طب افرض كانت الشنطة مش شف... ال... 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 القراءة مش شفتة شوية عن عن الشرطة دي، فبتقول لي والله أنا هبدأ أقرب، فأقول لك لا أنا مش عايز تقرير، فتقول لي إيه؟ يبقى مش هينفع المسطرة. هستعمل قدم ذات ورانية. ليه ده قدم ذات ورانية؟ تقول لي أصل هي بتديني ثلاث أرقام بعد العلامة العشرية. يبقى أصبح هو افترض إن ما بين الشرطة والثانية وده الإيه؟ شرطة واحدة، يبقى في عنده أي 1000 شرطة. يبقى احتمالية إن هي تقع على سكيل واردة. صح الكلام؟ طب قبل قلت لك لا ده طلعت مش شفتها كمان على القدم ذات الورانيه، تقول لي الله هيبقى فيها ابروكسيميشن، يبقى ما ينفعش القدم ذات الورانيه. تقول لي مايكرو ميتر، فاكرين الاجهزه دي يا جماعه؟ المايكرو ميتر بتعمل ما بين الشرطه والثانيه مليون شرطه. فاهمين قصدي؟ يبقى كلما زادت الريدنج كلما كنت بقى توارد ان انا اجيب قيمه ايه يا جماعه؟ اكزاكت. يبقى لو انا عندي هنا انفاينايت رينج اوف تايم وذ انفاينايت رينج اوف امبليتيود، يبقى انا بتكلم على انالوج سيجنال. طبعا عشان انا اتكلم على الانالوج سيجنالز دي في عمليه الكنترول، يبقى انا عندي بروسيسنج تايم عاليه جدا، لان كميه الانفورميشن طبعا لو انا هشتغل ديجيتال، يبقى انا محتاج اقلل الفيتشرز بتاعت الانالوج سيجنالز دي، صح الكلام؟ فاقلجها السؤال، فقال لك عشان اقللها هعمل هنا ما يعرف بالسامبلنج. سامبلنج يعني اخذ عينات، يعني انا مش هاخد كل الانفورميشن دي كلها، يكفيني ان اخد عينات معبره عن هذه السيجنال، صح الكلام؟ فبعمل عمليه سامبلنج. عمليه سامبلنج يعني عمليه الميجرمنت، بدل ما هي كانت انفاينايت رينج اوف تايم، يعني عدد لا نهائي من اللحظات الزمنيه المتاحه لعمليه الميجرمنت، هيبقى فاينايت رينج. كلمه فاينايت يعني ايه يا شباب؟ محدود. يبقى انا اخترت سامبلد منها. For example عندي 0 وعندي T وعندي ال 2 T وعندي ال 3 T وهكذا وهكذا لغايه ما اوصل عند كي T. عند لحظه معينه محدده. هنا المؤشر ما جابش لكن الميجرمنت بتاعته غير متوفره، يبقى اذا القراءه بتاعتي دي هتبقى دي اللي متوفره وما بين 0 و T نو ميجرمنت، مش معناها انه فاريبل او انه سيجنال. معناها ان السيجنال موجود لكن حضرتك ما عملتش له ايه؟ ريدنج للميجرمنت بتاعته، صح الكلام؟ يبقى انا هنا قللت الفيتشرز شويه. قللت الايه؟ الفيتشرز شويه. ليه؟ عشان لما اجي اعمل بروسيسنج على الداتا دي يبقى التايمنج بروسيسنج قليل، يبقى الكوماند بتاعي يتاخد في الريال تايم. مش يتاخد بعد ما العمليه تكون انتهت. فاهمين قصدي يا شباب؟ يبقى هنا هيبقى عندنا قراءة، هنا هيبقى عندنا قراءة، وما بينهما مش موجود، وهنا هتبقى في قراءة، وما بينهما مش موجود، وهنا في قراءة، وهكذا دي مش موجودة، هنا في قراءة، وهكذا هنا مش موجودة، وهنا طبعًا في إيه؟ قراءة. يبقى أنا مثلت السيجنالز بسامبل. السامبل دي يبقى هنا لو حبيت أوصل السيجنالز دي دلوقتي هقول عندي فاينايت ولا انفاينايت؟ أنا عايزكم ترد عليها حبيبي. فاينايت ولا انفاينايت؟ فاينايت. فاينايت رينج اوف ايه؟
طيب بس الاضرار زيها ان انا ما غيرتش هنا حاجه، لان الامبليتيود ما زالت اكزاكت فاليوز. يعني هنا معناها ان في عندي تدريجات متداخله جدا مع بعضها لدرجه ان بقى الخط بالنسبه لي ايه؟ متصل. فاهمين قصدي يا شباب؟ يبقى عندي انفاينايت ريدنج معايا، يبقى انا بسعى لمجرد ان انا اجيب اكزاكت فاليو. طب ايه الفرق ما بين ان انا اقول 10 سم واقول 10.00001 او 009 مثلا؟ فجأة كده الايرور ضخم قوي يخليك تضحي بالبروسيسنج تايم والريال كوماند علشان 00009. صد عليها تاني، الايرور كان بيه ايه؟ نجليك. يبقى انا بدل ما اخد ريال اكزاكت فاليو قوي كده واحبكها قوي على حساب الريال تايم كنترول، كان ما تعمل لها هي كمان ها كوانتايزيشن. تعمل لها هي كمان ايه؟ كوانتايزيشن. السامبل دي من قبل ما اعمل الكوانتايزيشن دي بنسميها سامبل سيجنال. سميها يا جماعه سامبل سيجنال مش ديجيتال سيجنال. سميها يا جماعه سامبل سيجنال. طيب يبقى انا عشان اعمل لها كوانتايزيشن باجي اقول كمان انا هعمل هنا سكيلز. هعمل هنا ايه يا جماعه؟ سكيلز. يبقى الخطوه دي كان اسمها سامبلنج، الخطوه دي اسمها ايه يا جماعه؟ كوانتايزيشن. مين فاكر قانون الكوانتايزيشن؟ لما قلنا كنا بنقول كيو بتساوي هات اف اس ار اللي هو فول سكرين رينج على تديله اس ايه؟ اس ان. احسنتم احسنتم اشكركم ربنا يكتب عليكم. معايا؟ هنا انا عملت سامبلنج وهنا بعد كده هنعمل كوانتايزيشن. هنا ما انا مش سامح مش هسمح لنقط تقع ما بين تو سكيلز. فانت هتنتمي للي فوقيها لو كنت اقرب اليها، هي اللي تحتيها لو انت كنت اقرب اليها. وبعدين النقطه دي هي مش هتبقى هنا، هتبقى على السكيلز دي. والنقطه دي مش هتبقى هنا، هي اقرب للي فوقيها فهتبقى على السكيلز دي. اوكي؟ فاهمين يا شباب ولا مش فاهمين؟ والنقطة دي كذلك هتبقى من اللي تحتيها، ودي كذلك، ودي اللي فوقيها، وديت عليها على السكيلز، ودي اللي فوقيها. يبقى أنا عملت هنا إيه يا جماعة؟ عملت عمليتين. عملت سامبلينج، وعملت إيه يا جماعة؟ كوانتايزيشن. السيجنالز دي دلوقتي اسمها إيه يا جماعة؟ ديجيتال سيجنال. السيجنالز دي دلوقتي اسمها إيه يا جماعة؟ ديجيتال سيجنال. بس انا ما بتعاملش مع ديجيتال سيجنال، انا بتعامل مع زيرو باند. يبقى لازم اعمل العمليه الثالثه والاخيره، هي عمليه الكودنج. هي عمليه الايه؟ الكودنج، اللي انا احول القراءات اللي موجوده دي الى كود. الى كود عشان اعمل اوصل للكلام ده. يبقى اذا عشان وانا بتكلم على الكنترولر يبقى لازم اول عنصر يكون عندي هنا analog to digital converter. analog to digital converter يعني ايه يا دكتور؟ اول analog، لان السيجنالز اللي طالعه من الايرور ديتكتور هي analog ولا digital؟ analog. يبقى انا عايز ديفايس اللي هو الانالوج تو ديجيتال ده هترجمه يا دكتور بدير او اعتقد دكتور بدير في ماده اسمها ديجيتال سيجنال بروسيسنج. هيعرفك ازاي تعمل سامبلنج، وهيعرفك ازاي تعمل كوانتايزيشن، وهيعرفك ازاي تعمل كودنج. المفروض ان الالوج تو ديجيتال كونفرتر بيعمل الثلاث بروسيس اللي انا قلت عليها دي. انا قلت البروسيسنج بتاعتي عشان اوصل الى كود للسيجنالز دي لازم اعمل سامبلنج اللي هي ان انا اجزأ التايم سكيلز للحظات زمنيه معلومه، وان انا لازم اعمل كوانتايزيشن اند في النهايه اعمل كود. البعض هيفكر وده مش تفكير سديد ان الكودنج هيبقى وان كود للسيجنالز دي كلها، مش صحيح. ده هو بيديك كود للحظه الزمنيه بتاعت الميجرمنت، يعني كل لحظه زمنيه هنا هيناظرها كود للقيمه بتاعتها. وعلى فكره برضو اوعى تفكر ان الكود اللي هيطلع اللي هي الديسيم الباينري ايكوفلنت للديسيم الفاليو بتاعها، مش ده المعنى. اوعى تفكر ان الكود اللي هيطلع
هو الديسيمال فاليو للايه؟ للفاليو بتاعت القراءة. لا مش باينري، مش باينري نمبر سيستم ده. هو هيطلع كود مناظر، الكود ده اما اديه للجهاز المقابل اللي ديجيتال تو انالوج هيترجمه للسيجنالز اللي انت بتقول عليها دي. فمش مش باينري ايكويفلنت. مش ايه يا جماعه؟ مش باينري ايكويفلنت. يبقى عند اللحظه زيرو، قلت ان اللحظه زيرو دي تعني بالنسبه لي انا الستارت اوف ذا ماشين. مفيش ستارت اسمه سيستم. ما الموبايل بتاعك نهار اما بتتك على بتاع الباور عشان يعمل ستارت اب، دي اسمها اللحظه زيرو بالنسبه للموبايل. لحظه لما ربنا بيرد عليك روحك بعد ما نامك في الليل وتبدا عينيك تفتح وتستجيب للاحداث اللي حواليك، تسمع نداء والدتك هي بتندهلك عشان تصحيك لصوت الفجر مثلا وعينيك تفتح، اللحظه اللي عينيك فيها فتحت واستجابت ودانك للنداء بتاع الاذان او نداء والدتك، هيدي لحظه التايم بيساوي زيرو بتاعك اللي هي لحظه الستارت اب. فاهمين قصدي يا شباب؟ يبقى تي بيساوي زيرو، هنا القيمه بتاعت السيجنال هيتعمل لها كودنج. يعني هنا عمليه الكود او عمليه السامبلنج اند بروسيسنج دي موجوده اهي، بس عند كل لحظه هيحصل عمليه الايه؟ ان السامبلر هيفتح هيعمل ميجرمنتس، الايه؟ يتحول الميجرمنتس دي الى كود عباره عن اصفار وايه يا جماعه؟ وروحات. بس ات كل ايه؟ ات افري انستنت. ما تتخيلش ان الكود اللي انا هكتبه على السبوره دلوقتي هو الكود بتاعي السيجنال في كل اللحظات، لا لكل ايه؟ لحظه، لان انا قلت لك عمليه الميجرمنت ايه؟ مستمر معايا؟ يبقى اذا خارج الكلام ده ها؟ هيبقى مجموعه من الايه؟ الاصفار الروحيه. يبقى هنا تبقى عمليه ايه؟ عشان ابسطها لك كده ولا بلاش اخش في التفاصيل؟ بلاش اخش في التفاصيل. خليها اما يبقى صاحب الشأن يتولى. انت عايز اشرح لك التفصيل في البلوكات ده. المهم ان هنا هيتحول الى سامبل ثم عمليه كوانتايزيشن ثم كودنج، يبقى هنا يطلع الكود الباينري اللي انا بتكلم عنه. خد بالك. خلاص يا جماعه؟ طبعا الثلاث عمليات دي هتتم انسايد انالوج تو ديجيتال كونفرتر. خلاص؟ طبعا هنا دلوقتي بقيت مهيأ ان انا اعمل بروسيسنج للداتا بالمايكرو بروسيسور بتاعي. كده انا بقيت مهيأ ان المايكرو بروسيسور بتاعي اللي هو الكود الجوريزم اللي انا مخزنه على الكنترولر، الكنترولر بالنسبه لي هنا دلوقتي اللي هو مين يا جماعه؟ المايكرو بروسيسور. اصبح ان انا بجذب داتا هو بيقدر يتعامل معاها، او المايكرو كنترولر بتاعك اصبح ان انا بجذب داتا يقدر يتعامل معاها لانها داتا رقميه. مش انت لما كنت بتقول له ايام زمان كده لما كنت بتقول لهم طالعين لسه في الاعدادي الماشين لانجوج لغه الاله، اللغه التي تفهمها الاله اللي هي ايه يا ابني؟ تقول لي الاصفار الواحده. حولتها له الاصفار الواحده. يبقى انا عبرت عن السيجنالز اللي هي الايرور سيجنالز بكود بشفره، وقلت دي شفره مش باينري ايكود. دي ايه يا جماعه؟ شفره مش باينري ايه؟ يعني ما تتخيلش لما تبقى اسمها 10 فولت تقول لي يبقى الاول بتاعي 0101 اللي هو الباينري ايكوفلنت لمين؟ ل 10. لا ما اقصدش كده، انا بعمل كود. كود يبقى هو الانالوج ديجيتال ده هيكود السيجنالز دي في قواعد معينه بتكون اللي بقى في التفاصيل، وانا مش هخش في التفاصيل لان الوقت لا يسمح. هيعمل لها كودنج. كودنج على ايه؟ اصفاره ايه يا جماعه؟ هو واحد. طب هم يا شباب مين معايا؟ مين معايا؟ جرجس ما تعطلوش بالله عليك، احنا مصدق ان هو مركز. خلاص؟ يبقى اذا اصفاره ايه؟ هو حاجه كودد وليس باينري ايكوفلنت يا جرجس، وليس باينري ايه؟ ايكوفلنت. وصل يا شباب الحته دي؟ عظيم جدا. اصبح دلوقتي الكنترول الجوريزم اللي موجود على الكنترولر يعرف يجمع ويطرح ويضرب ويقسم ويعمل بروسيسنج على الداتا. صح كلام انا غلطان يا شباب؟ المفروض انه هيطلع كوماند. المفروض انه هيطلع قرارات الناس اللي نايمه في البيج الاخير. سيري البيت يا حبايبي.